خلال شوال مودنا بحلول عيد الفطر السعيد، حتى يبدأ السكان بحضرموت في التهاتف على أسواق بيع المواشي للحصول على أفضلها قبل أن يصدمهم واقع الارتفاع المبالغ فيه لأسعار اللحوم التي تجاوزت حاجز 40,000 للرأس الواحد. الأسعار الصراحة مرتفعة، يعني مرتفعة، فيها ارتفاع، فيها مبالغة، يعني صدق السوق ما هو محكوم من حد أو من جهة، صدق والأسعار متفاوتة، يعني في وفي وفي، بس المسكين الإنسان المسكين البسيط صعب إنه يعني يعيد أو يشتري. جي يقول لك هذا الرأس 30,000، كم راتبك؟ ليش قال واقفة؟ العمال عاطلة، ما الواطن ما دار يصلح. ارتفاع برره الباعة بعدة عوامل تلخصت في ارتفاع أسعار الحبوب والعلف المقدمة للماشية والتكلفة العالية لفاتورة نقلها من أرياف وبوادي حضرموت المترامية الأطراف وغيرها من الذرائع، في ظل غياب تام لأي نوع من أنواع الرقابة الحكومية على الأسعار. ويدفع هذا الارتفاع بالكثير من الأهالي إلى الاتجاه صوب اللحوم المستوردة من الصومال والتي تعد أسعارها منخفضة مقارنة باللحوم البلدية ذات المذاق الجيد واللذيذ. أكيد فيها من راح يعني يشتري بالكيلو الآن، يعني يوميا بشكل يومي، وبعضهم يعني نسأل الله الستر والعافية يعني بالدجاج ممكن، وبعضهم بالصيد، الله يعلم بحالات الناس. ومع زيادة تدهور الأوضاع المعيشية لقطاعات واسعة من السكان، فإن توقف العديد من الجمعيات الخيرية عن تنفيذ مشاريعها السنوية لتوزيع اللحوم جراء الأحداث التي تعيشها البلاد جاء ليزيد من وطأة معاناة اليمنيين وسلب ما تبقى لهم من مظاهر فرحة العيد، إن كان لا يزال هنالك فرحة للعيد في بلد يمر بظروف كالتي يمر بها اليمن. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.